السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. بشرى للإخوة الجزائريين، السيارة الفيات 500 هتطلع من مصانع وهران إن شاء الله شهر ديسمبر القادم، الشهر الجاي. هتقول لي يا عم ده من ده كان شهر خمسة، الكلام ده الخبر ده في شهر خمسة. أقول لك لا، تاني شهر خمسة قالوا الأسبوع الجاي، بس ما يعني حصلت ظروف. طيب ما حدش طلع يقول لنا الظروف يا سيدي، ما تدقش. لكن مسؤول امبارح في وزارة النقل طلع وقال ولا الصناعة يا جماعة خلاص، السيارة الفيت صوصو وباقي الموديلات من فيت إن شاء الله شهر 12 اللي جاي هتبقى، وها هي أسعارها وزفوا الموضوع. وسيارة جيلي الصينية هتيجي هي كمان، وهذا هو موعدها وهذه هي أسعارها، وهتتحل مشاكل انعدام السيارات. وسيارة كمان مش عارف اسمها سكون ولا ايه، سيارة كمان، السيارات جاية اللي بيتذمر دلوقتي ويقول ما فيش لا جديد ولا مستعمل، وسوق السيارات ومش لاقيين سيارات، واللي تصدقوا كذبة جورجينا لما جت، تخيل بيتعاقدوا على سيارة فيت بقالهم سنتين أو سنة ونص بيتعاقدوا على سيارة فيت وإلى الآن ما استلموهاش. يروح يسأل في الأجانس ويعمل ويصور ويبكي ويقول لهم قالوا لي الشهر الجاي وما جاتش والشهر ده ما جاتش. قال لا، ما جاتش منين؟ من إيطاليا يا عم، ده هتتصنع في وهران رحت خسارة والله العظيم. لسه بيبومدوا عبدقة مسكين لأن عنده ذاكرة الذبابة، فيكذب الكذبة مع انه بيكذب الكذبة اسبوع، بس هو عارف انه هينسى. في شهر خمسة اللي فات قالوا ان الاسبوع القادم السيارة فيت صناعة الجزائر هتطلع الى السوق، ويلا استنى يا عبدالقى استعد. شهر خمسة اللي فات وشوية ويصوروا لهم الموانئ، ها هي وصلت سيارة فيت صوصر مفيش، وطلع الموانئ دي في اسبانيا. شوية ويصوروا في الشارع، هي مفيش. دلوقتي طلع تاني مسؤول زي ما هتشوف دلوقتي، ونشرت قناة النهار قاعدة دلوقتي تتابع السيارات، تقول ميكانيكي، بقت ميكانيكي مش صحفي. فقالت قناة النهار، اسمع مني وانا اخوك، مسؤول بوزارة الصناعة يكشف تاريخ خروج اول سيارة فيت وسعرها. كشف وسعرها، اقرا معايا. كشف مقداد عفون، سفخس على ده اسم، كشف مقداد عفون رئيس الأمانة التقنية المكلف بمتابعة ملف المركبات، مدير مركزي مكلف بالذكاء الاصطناعي، كل دي شغلته بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، أن أول سيارة من العلامة الإيطالية فيت المصنعة بالجزائر ستخرج الشهر القادم. صدقوا هو أخوه، هو نفسه اللي قال في شهر خمسة الأسبوع القادم، بس معلش يعني حصلت ظروف، ما نوقفش البعض على الواحد يعني، فوت وهو أخوه. وقال المسؤول بوزارة الصناعة لدى نزوله ضيفا على برنامج 52 دقيقة اقتصاد بقناة النهار، أن تاريخ خروج أول سيارة فيت الجزائرية من مصنع طفراوي بوهران سيكون شهر ديسمبر 2023 كما أكد الوزير. أما بالنسبة لسعر السيارة زي ما قالوا في العنوان هتعرف سعرها، أما بالنسبة لسعر سيارة فيت المصنعة في الجزائر قال مقداد عفون أن سعرها سيكون أقل من المستورد. يعني ما تدقش، يعني مش لازم أقول لك السعر، لكن هيبقى أقل من المستورد، اطمن وكون هاني. طب هو في مستورد؟ لا مفيش، لكن كون هاني. يعني كمان مش بس كده، تعالى بقى شوف سيارة جيلي الصينية جت، وصل سيارة جيلي برضو صحيفة النهار. هذه أسعار سيارات جيلي في الجزائر، كشف موقع المصدر أسعار السيارات الصينية من علامة جيلي التي ستكون في متناول الزبائن في الجزائر، وسيتم الإعلان رسميا عن موديلات عن أسعار السيارات جيلي خلال الأيام القادمة. هو مكتوب كده متصغر كده، حيث سيكون جيلي الجديدة ابتداء، وبدأ يقول أسعارها هنا بقى، الأسعارها بالتفصيل. يعني إيه سيارة جيلي يا جماعة يا أهل الخير؟ سيارة جيلي خلال الأيام القادمة. أي نعم الأيام القادمة دي ممكن تبقى 10 سنين، يعني بعد 10 سنين دي أيام قادمة،
ولا لا؟ هنا ما غلطش، هنا ما كذبش. خلال الايام القادمه. امتى بقى؟ خلال الايام القادمه. ما تستعجلش، بعد سنه، بعد اتنين، بعد عشرة، بعد عشرين، ايام قادمه. وعبد الدق عنده ذاكره الذبابه، بعد شهرين هينزلوا له نفس الخبر، لان الخبر ده مش اول مره على فكره. اكتب سياره جيلي في الجزائر، شوف الخبر ده نزل كم مره. الايام القادمه هو هو طبق الاصل. بس كده؟ لا مش بس كده. جديد السيارات، هذا موعد تسويق سيارة سكون في الجزائر. سكون وانا اخوك. كشفت تقارير اعلامية اليوم الاحد مستجدات حول قضية استيراد سيارات سكون الصينية في الجزائر. وافاد موقع النهار اونلاين، نهار برضو، نقلا عن مصادره مصطفى احح طبعا، فإن استقبال سيارة علامة سكون الصينية سيكون يومي 10 نوفمبر أو 17 نوفمبر، يعني 10 نوفمبر و17 نوفمبر بعد بكرة. ووفقا لذات المصدر، فإن العلامة الصينية ستقتحم السوق الجزائرية بسبع موديلات من السيارات. سبع موديلات. وأوضح المصدر أن العلامة ستسوق السيارات النفعية فقط هذه السنة، يعني الايه الهوندا دي اللي بتشيل بضاعة بس، لكن في انتظار إدماج باقي السيارات السياحية سنة 2027. وفي نهاية شهر نوفمبر اللي هو ده، هو قالش من 10 ل 17، لكن رجع قال وفي نهاية شهر نوفمبر هيوصل عدد السيارات 7200 سيارة سكون. إذا السيارات جاية، ما تشتكيش ما تشتكيش. مش لاقي سيارات جديدة، اوكي، مش لاقي سيارات مستعملة، ايوه، لان مفيش سيارات بتيجي، وقف الاستيراد، مفيش دولار، الازمة الاقتصادية طاحنة، ايوه. فيت قالت له مش هنعمل مصنع سيارات عندك، ايوه، بس الشهر الجاي هيطلع. عبد الدق بيصدق، عبد الدق المشتاق، عارف انت المشتاق ده، اوعده بأي حاجة، خلاص يصدق على طول. وعبد مجيد مارس معاهم، ده ايام ما كان وزير السكنه، وسبق عملت لك فيديو بايام ما كان وزير السكنه باكاذيبه كلها. نهايه 2016 ستكون نهايه ازمه السكن، لا نهايه 2017، لا 2018، والله العظيم مشي معاهم كده. 2019 جت كورونا، جت كورونا، كانت هتنتهي، جت كورونا. 2022، 2023 بقى رئيس بقى، 2023 أنا سندعم بمش عارف مليار ومش عارف كام لدعم السكن، وانت ترارات ترارات ترارات، ونصهم نايم في الشارع دلوقتي مش لاقي حاجة. أساتذة في الكذب، تحل المشكلة ازاي؟ بالكذب. والي قبل كده راح يزور مدرسة، فبيقول له عاملين أكل إيه للدراري؟ قال له مش عارف إيه وإيه وإيه، قال له بس مش لاقيين اللوبيا والعدس. لا لا لا، ما تقولها ليش دي، كاينين، تعالى لي أنا نصرف لك، كاينين ازاي يا راجل؟ ده رئيس الدولة نفسه قال في اجتماع او في قبلها باسبوع ولا اتنين، كان مفيش عدس ولوبيا وازمة كل عارفها والناس بتتصاب. ما تقولها ليش دي، لا لا، انكر انكر انكر. كاينة سيارات، كاينة اهو، علامات اهي عمالة تيجي اهي، نعمل لكم ايه اهو، جيلي، فيات، واخا فيات نفسها قالت لا مفيش مصنع يتعمل فورا، هيتعمل يا جدة، هم مش عارفين. وعبد الدق اعتاد الكذب واستصاغ الكذب وولف الكذب وعاش في الكذب، اتمرمغ فيه من ساسه لراسه، عاش في الكذب من ساسه لراسه، وبالتالي يصدق. السيارات اهي، نفس الاخبار دي اكتبها على جوجل هتلاقيها كل شهر بيعلنوها هي هي. وعبد الدق في كل مره يعلق ويتفاعل معاها مصدقها، ليه؟ عنده ذاكرة الذبابة. الجزائري أصبح من كتر ما هتك وعيه 60 سنة يملك ذاكرة الذبابة. يكذبوا عليه الكذبة هي هي متتالية كل شهر، وهو يتسكن بيها ويتبومد بيها ويقوم محيي الجزائر ومكبر الجزائر، حي تحيا الجزائر، كم أنت كبير يا جزائر، اغسل فم ما قبل أن تتحدث الجزائر، وينعس على كرشه، والشهر الجاي يقرأ نفس الخبر ويهلل بيه بنفس الطريقة، لأنه يملك ذاكرة الذباب. شيء بائس جدا. دي الحكاية. شوفكم على خير.